الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه كلمة أوجهها لإخواني المسلمين في دولة نيجيريا، هذه الدولة الحبيبة إلى قلبي، فقد زرتها مرارا وتكرارا. زرت شمالها وجنوبها، وزرت غربها، وقد رأيت من إخواني في تلك البلاد حسن الاستقبال، ورأيت منهم القبول للحق والمسارعة إليه، وفيهم خير عظيم. وإني لأحزن حزنا كبيرا حينما أرى فتنا تقوم في بلادهم، وأسأل الله عز وجل أن يعيذهم من الفتن. أيها الإخوة الأكارم، وصيتي لنفسي وإخواني ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الفتن. في حال الفتن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكون، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقلة الكلام، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم البيوت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. يعني كون العبد في وقت الفتن ينصرف إلى العبادة وإلى خاصة نفسه وإصلاح نفسه، هذه كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوتي، يا أهل نيجيريا، إن هذا وقت الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأي شيء؟ بلزوم البيوت والعبادة وترك هذه الفتن. أسأل الله عز وجل لإخواني السلامة، وأسأل الله جل وعلا لبلادي نيجيريا الأمن والاستقرار وحسن الحال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.